اهلا بيكم. يا ريت قبل ما نبدا ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. بيبدا فيلمنا في 20 ديسمبر وبنكون في المطار، وبنعرف ان الوقت ده من كل سنه المطار ده بالذات بيكون زحمه جدا، وبسبب الزحمه الكتير ديت في ناس بتاخر على طيارتها، وبنشوف وقتها هادلي اللي بتجري بسرعه علشان تلحق رحلتها المتجهه للندن، وبنعرف انها عايزه تحضر فرح والدها واللي اسمه اندرو، وبنفهم ان ابوها وامها منفصلين من فتره وان ابوها سايبها وعايش في لندن. واول ما هادلي بتوصل لمكان الطياره بتقول ليها الموظفه ان الطياره المتجهه للندن اقلعت خلاص، فبتتصدم هادلي وبتسال الموظفه لو في اي رحلات للندن النهارده، فبتقول لها الموظفه اه بس الطياره هتقلع كمان ساعه ونص، ولكن الرحله ديت ما فيهاش كراسي فاضيه في الفئه الاقتصاديه، بس في كرسيين بس فاضيين في فئه رجال الاعمال. ولما بتعرف منها هادلي ثمن التذكره بتتفاجئ لانها بتكون غاليه جدا، وبيتكلم وقتها والدها وبتقول له على اللي حصل، فبيقول لها اندرو والدها تشتري التذكره ولما تيجي هو هيديها ثمنها، فبتشكره جدا هادلي وبتدفع ثمن التذكره وبتروح تقعد في مكان الانتظار. وبتلاحظ هادلي ان تليفونها هيفصل شحن، فبتحاول تدور على مكان تشحنه فيه بس بتكون كل الوصلات مشغوله، فوقتها بيعرض عليها شخص اسمه اوليفر المساعده وبيديها وصله الشحن بتاعه، فبتشكره جدا هادلي وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. تعرف هادلي من اوليفر ان هو معاها في نفس الرحله وانه مسافر للندن لانه في الاصل بريطاني ولكنه قاعد في امريكا لانه بيدرس فيها. وقتها بنلاحظ ان هم معجبين ببعض وبيفضلوا يتكلموا كتير مع بعض، لحد ما اوليفر بيعرض على هادلي انهم يتعشوا مع بعض لحد ما ميعاد الطياره يجي، وفعلا هي بتوافق وبيروحوا يتعشوا مع بعض. وقتها بتحكي له هادلي على اللي حصل معاها في البدايه لما دخلت المطار، وبيفضلوا الاتنين يتكلموا مع بعض لحد ما ميعاد الطياره بيجي. وقتها بيقدروا في اخر لحظة يلحقوا الطيارة، ولما بيدخلوا الطيارة كل واحد بيودع التاني لانهم هيقعدوا على كراسي مختلفة. وبيروح وقتها لاوليفر اللي لما بيقعد على كرسي بيلاقي حزامه بايظ، فبينادي على المضيفة وبيقول لها، فبتقول له المضيفة ان هو كده مش هيقدر يسافر بسبب اجراءات السلامة، ولكنه بيقول لها ان هو لازم يفضل على الرحلة ديت وانها المفروض تدور ليه على ايه كرسي تاني فاضي، فبتوافق المضيفة. وبنعرف ان الصدفة برضه بتجمعه جنب هادلي لان الكرسي الوحيد الفاضي جنبها، فبيكونوا هما الاتنين مبسوطين لانهم هيقضوا الرحلة مع بعض واللي هتكون 6 ساعات. ولما الطيارة بتقلع بنعرف ان هادلي بتكون خايفة جدا، فبيفضل اوليفر يشتت تفكيرها ويسأل عن الاكلات اللي بتحبها وعن لونها المفضل، وفعلا بتنجح خطته وهي بتهدى لما الطيارة بتوصل للارتفاع المناسب. وقتها بتحكي هادلي لاوليفر على عيلتها وان ابوها وامها كانوا متفقين على كل حاجة لحد ما ابوها جاله شغل في لندن وراح هناك، ولكنه حب بنت اسمها شارلوت فانفصل عن امها، وحاليا فهو هيتجوز شارلوت وهي رايحه تحضر فرحهم. وبيقول لها برضو اوليفر ان هو كان راجع لندن علشان يحضر فرح، بس مش بيقول لها هو فرح مين. وقتها بيحكي ليها اوليفر على اخوه لوسر اللي بيكون قريب منه جدا، وبيقول لها ان هم بيحبوا بعض لانهم كانوا دايما مع بعض لما امهم اتصابت بالسرطان. ولما بتساله هادلي على حاله والدته حاليا بيقول لها انها كانت شافت منه بس رجع ليها تاني. وبيفضلوا طول الليل كل من اوليفر وهادلي يحكوا لبعض عن حياتهم وبيبداوا يحبوا بعض لحد ما بيناموا، وتاني يوم بيصحوا على صوت الكابتن بيقول ان هما هيهبطوا حالا، وساعتها كل واحد بيعرف من التاني مكان الفرح اللي هيروح يحضره. ولما بينزلوا من الطياره وبيكونوا هيتفرقوا بيدي اوليفر رقم لهادلي، ولما بيتفرقوا تليفون هادلي بيفصل شحن قبل ما هي تسجل رقم اوليفر، فبتخلص ورقه وبتركب تاكسي وبتشحن تليفونها، بس بتلاقي تليفون اوليفر ما اتحفظش، فبتتضايق لانها كده مش هتقدر تتصل بيه تاني. فبيكلم اندرو والد هادلي بنته بيقول لها ان الفرح قرب، فبتقول له انها قربت منه جدا، وفعلا بتوصل مكان الفرح وبتشوف صاحبات شارلوت اللي بيجهزوها. ووقتها بيبدا الفرح وبتلاحظ هادلي قد ايه ابوها وشارلوت بيحبوا بعض، فبتنبسط ليه مع ان الموقف يكون صعب عليها. واثناء ما هي في الحفله بتسمع مجموعه معازيم بيتكلموا على حفله في المنطقه اللي قال ليها اوليفر ان هو هيعمل الحفل هناك، بس بتتفاجئ لما بتعرف ان الحفله هيكون حفل تأبين لواحده عندها سرطان وانها كانت اتشافت منه بس رجع ليها تاني. فبتفهم هادلي ان هما بيتكلموا على والدة اوليفر، فبتقرر انها تروح للحفل ده وتشوف لو فعلا ديت ام اوليفر، وفعلا بتتحرك للحفل. وقتها بنرجع بالزمن من اول ما اوليفر وهادلي يتفرقوا في المطار، وبنشوف اوليفر اللي فضل مستني هادلي تتصل بيه لفترة طويلة بس هي ما بتكلموش خالص، لحد ما جه اخوه الصغير لوسر. وقتها بيقنع اوليفر نفسه ان هادلي هتبعت ليه رسالة لان رقمه معاها، وبيوصلوا حفلة التأبين اللي بتكون تنكرة
الكورية بس بمثابة وداع لوالدة أوليفر، اللي لما السرطان رجع ليها تاني اكتشفوا ان هو في مرحلة متأخرة، فقررت ما تاخدش كماوي وتجمع عائلتها في حفلة علشان تشوفهم كلهم. وبيكون وقتها أوليفر مش قادر يستحمل وداع أمه، وخصوصا ان هو كان اكتر واحد بيحبها. ولما بيخرج من الحفلة بتيجي ليه والدته بيقول لها أوليفر وبيترجاها تاخد الدواء، ولكنها بترفض وبتقوله ان اخره يعيشها 6 شهور بس، وبتطيب بخاطر ابنها وبتمشي. وقتها بتروح لهادلي اللي بتوصل الحفل وبتكون مستغربة، فبتشوف لوسر اخو هادلي بالصدفة واللي بيدخلها الحفلة وبيخليها تقابل ام اوليفر وابوه. فبتفهم هادلي ان ام اوليفر عاملة لنفسها حفلة وداع قبل ما تتوفى، وبتحاول وقتها تواسي ام اوليفر، بس بتتفاجئ انها سعيدة انها جنب الناس اللي بيحبوها مع معرفتها انها هتموت. وقتها اوليفر بيشوف هادلي وبيكون مبسوط جدا انه شافها، فبيخرجوا من الحفل وبيتكلموا مع بعض. وبتسأل هادلي اوليفر ليه هو كذب عليها وقالها ان هو رايح فرح، فبيكون اوليفر متعصب من الموقف اللي هو فيه، فبيتعصب وبيقول لها ان هو اكيد مش هيحكي موقف خاص زي ده لواحده لسه متعرف عليها. فبتتفاهم هادلي جدا الظروف اللي اوليفر بيمر بيها وبتسيبه لوحده شويه علشان يهدى. ولما بتقرر ترجع لوالدها تليفونها بيفصل شحن، وبنعرف انها ما تعرفش هي فين، وكانت معتمده على الجي بي اس علشان ترجع لوالدها. وبتكون وقتها تايهه في المدينه لحد ما بتقابل شخص وتستاذنه تعمل مكالمه من تليفونه، وفعلا بتكلم والدها وبتقوله انها تايهه في شارع معين وبتقول له اسم الشارع. فبعد فتره صغيره بيوصل لها اندرو والدها وبيقعد معها، لما بيلاقيها حزينه وبيسالها ايه اللي مزعلها، فبتحكي لها هادلي على موضوع اوليفر من البدايه وتقول له انها اللي غلطانه لانها حبت شاب لسه متعرف عليه من يوم. فبيقول لها وقتها والدها ان الحب ملوش وقت محدد وانه مش لازم فيه يشتغل العقل وان القلب يكفي. فوقتها بتتاثر هي بكلامه وبتشكره وبتقول انها فرحانه ليه لانه لها سعادته مع شارلوت. فبيرجعوا للفرح، ووقتها بيكون اوليفر بيحكي لعيلته على هادلي وانه حبها ولكنه زعل ليها، فغالبا مش هيكملوا مع بعض. ولكن وقتها كل عيلته بيشجعوه يروح ليها ويصرحها بحبه، وفعلا هو بيوافق وبيتجه لفرح والد هادلي وبيقابل هادلي وبيعتذر ليها على انه زعل فيها. وقتها كل واحد منهم بيصارح التاني بحبه، وبنعرف ان هما يقضوا حياتهم مع بعض.